البعض يتهم حتى هؤلاء الذين انسحبوا من الأحزاب، يقول أنه هذا مجرد تموقع فقط، وهم البعض وهم يقولون أنه قناعة منا أننا ننضم لصف الشعب الجزائري. هو هذه كرة الثلج التي تسحب إليها، بالنظر إلى قوة الشارع، تسحب إليها عناصر سياسية، والعناصر السياسية ثلاث فئات. هناك الأفراد على سبيل رئيس المجلس الشعبي الولاية لقسنطينة، هناك الجماعات مثل 2000 عضو في الأرندي الذين التحقوا بالشارع، وهناك الأحزاب، ورأينا قبل البارح الأحزاب المعارضة كيف تبنى مطالب الشارع بشكل مباشر. إذا ثلاث فئات مرشحة في الأيام القادمة للاجستيومون، للتصحيح على وقع الشارع، لأنه أثبت الواقع وأثبت الحراك السياسي أن الشارع أصبح قوة، وقوة كبرى. كما كانت القوى سابقا تجذب إليها العناصر، الآن قوة الشارع تجذب إليها العناصر، فتحصيل حاصل. وأتوقع أن الحل التوافقي والسياسي سيكون في آخر المطاف، هو الحل المفضل، لأن هناك حلول ممكنة، لكن الحل المفضل هو الحراك السلمي القريب الأجل، والذي يأخذ بعين الاعتبار قوة الشارع. طيب في الأخير فقط، الأستاذ نذير عمير الشنتكا مختص في القانون الدستوري، يعني في رأيك ما هو الحل الأنسب؟ هل هو استقالة الرئيس والذهاب لأمور دستورية، أم أنه البعض يقول أنه يجب النظر لروح الدستور، وكما قال الأستاذ بشير مصيطفة على الأقل التوافق ما بين كل هذه القوى، الرئاسة، الجيش، وحتى الشارع، للوصول بالبلد إلى بر الأمان؟ أعتقد بأن طالما رئيس الجمهورية هو رئيس للجمهورية إلى غاية 28 أفريل، وبما يملكه من صلاحيات وسلطات، أعتقد بأنه ينبغي أن يعين ممثلا له، ممثلا للسلطة القائمة. هذا الممثل لا يمكن أن يكون أحد الذين شاركوا في المناصب التنفيذية في الحكومة وغيرها من المناصب التنفيذية طوال عهدته الرئاسية منذ 1999، أن يكون هذا الممثل له أن يحظى بالتوافق مع الطبقة السياسية ومع الكفاءات الوطنية وممثلي الحراك الشعبي الوطني لإيجاد التوافقات. وممكن جدا أن يحدث هذا التوافق خلال هذه الفترة، ولو أن الأيام تداهمنا، لكن أعتقد لابد على الجميع أن يعني يجلس إلى طاولة الحوار، أولا لتعيين الوزير الأول. أعتقد بأن الوزير الأول بدوي نور الدين يتعين عليه أن يقدم استقالته بعد أن عجز عن تشكيل الحكومة، وهو أيضا يعني مرفوض شكلا وموضوعا من قبل الحراك الشعبي، شأنه شأن نائبه رمطان العمامرة. ولهذا أعتقد أنه من الضروري جدا أن يلتقي الأطراف لتعيين أو للتشاور حول من سيقود الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، خلال هذه المرحلة الانتقالية. وإذا توافقوا على الوزير الأول، ثم على أعضاء الحكومة، ثم على الندوة الوطنية، سواء من حيث رئيسها ومن حيث أعضائها ومن حيث صلاحياتها أو من حيث الزمن، فإن ذلك سيمكننا من الخروج من هذه الأزمة بإصدار رئيس الجمهورية للمراسيم الرئاسية المتضمنة كل هذه التوافقات. وينبغي أن تحدث كل هذه التوافقات قبل 28 أبريل، أشكرك جزيل الشكر. إلا سندخل في انسداد كما قلت مؤسساتي بتطبيق المادة 102، وحتى بتطبيق المادة 107 أو غيرها المتعلقة بالظروف، الحالة الاستثنائية، وحتى حالة الحصار وحالة الطوارئ، فهذه ستمدد من عمر المرحلة الانتقالية ومن الأزمة السياسية، بحيث أن هناك طرف سيدخل فيها إلى جانب السياسيين، سيدخل المجلس الأعلى للأمن، وهنا ستحدث تعقيدات أكبر. ولا قدر الله، هذا سنرجع إلى تجربة 1992، 93، 94، 95، وممكن تستمر إلى ما شهدته الجزائر ما بعد 95 على مستوى الحلول السياسية من قبل
القيادات. شكرا جزيلا لك الأستاذ نذير عميرش المختص في القانون الدستوري. توافق وفق الألياس الدستورية الموجودة حاليا. شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته. أشكرك جزيلا الشكر. كنت معنا مباشر من